ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بن سويل من لطيفه، الزوج ديالي هو نور الدين ايت العسري، بابا ياسر ايت العسري اللي كان هضر ودوى على حقه. اش نقول لك خويا، هاد الناس ما عرفتش شنو داروا، ما عرفتش، مع العلم بان حنايا والله حتى ناس مسالمين، ماشي ديال هاد الصداع، عمرنا ما وصلنا لهاد البلايص اللي وصلونا ليهم هاد الناس. انا خويا راجلي ما دار حتى شي حاجه، ما ضرب قيد، ما ضرب مقدم، ما ضرب حتى شي حاجه. الزوج ديالي غادي غير ياخذ غير اللافته اللي مكتوب فيها معتصم صامدون، من لا سكن له لا وطن له. باقي ايدو ما لمستش هذاك الورقة اللي مكتوب فيها، باقي ما مساش. المقدم ضربو، الزوج ديالي طاح، المقدم عطى القايد الورقة قال لي ها الورقة، القايد قال المقدم تكا واحد الكلمة صافي، هذيك التكا بقات يضحك المقدم ما على بالوش. انا الراجل ديالي مغيب، زدينا للسبيطار، داروا لي الاسعافات، بقينا معاه تا فاق. منين خرجنا قلت انا غير يرتاح، تفاجأت بالامن جا وقالوا لي غادي تمشي معانا، غتقيدي المحضر وغادي تمشي في حالاتك. انا خويا سقت فيهم، مشيت معاهم على اساس غندير المحضر ونمشي في حالاتي. منين مشيت لتما عندهم المركز ديال الشرطه، لقيت المقدم سابقني مع جوج الناس، خداو الاقوال ديال المقدم، بقينا حنا كنتسناو. المقدم خدا الاقوال وداك الشيء ديالو مشى في حالاته وحنا بقينا. انا السيده اللي معايا قالت لي نمشي ونشوفوا علاش المقدم خرج، حنا بقينا. شويه كنتفاجئ، عيط ليا اللي كتب المحضر لطيفه نت عنده، قال لي قلت ليه بغينا نمشي ورحنا عيينا، بغينا ناكلوا، بغينا نغسلوا، بغينا ندخلوا للمرحاض، يعني رحنا صافي، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال لي ما غاديش يمشي الزوج ديالك. قلت لي علاش؟ قال لي لا غيعتقل. قلت لي وتقول لي اش من تهمه باش غيعتقل؟ قال لي عرقل المقدم، هو كيزاول المهنه ديالو. قلت ليش من مهنة جاي يزاول المقدم؟ قدم راه جاي غيحيد غير واحد اللافته، واللافته اصلا ما مساش راجلي بيدو، يلا غادي ليها ضربو وطيحو، اش من مهام؟ صافي غوت، جدبت، بكيت، استسلمت، رجعت للمعتصم على اساس الغد لي غنمشي للمحكمه. منين مشيت الغد لي للمحكمه التحق بيا واحد المحامي جا من اكادير، تنشكرو من هذا المنبر. صافي دخل عندهم المحكمه، دخل عند الوكيل، شاف الملف، شاف المسائل، خرج عندي قال لي واش ما عرفتيش اش من شنو كاتبين في المحضر؟ قلت لي كاتبين بان الزوج ديالي عرقل المقدم، هو كيزاول المهنه ديالو. قال لي هذا الشيء ما كاينش، دايرين في المحضر بان الزوج ديالك ضرب القيد وعندهم شهاده طبيه ودابا القيد راه داخل كوما. قلت لي عندي الناس شاهدين بان انا فجه والمقدم ضرب راجلي، شافوه الناس حتى المقدم ضرب راجلي، هذه الاولى. ثاني حاجه القيد كان واقف ما مسو حتى واحد، ما قاصو، ما اداه حتى واحد، واقف وسط الاعوان ديالو. حتى ثانيه، واصلا قلت لي عندي شهود وعندي دراري شجنوا، يعني داك الشيء كله اللي تيقولوا راه ما كاينينش. صافي هذيك رجعنا، رجعوه هما الكوميساريه، تبعتو انا عاوتاني الكوميساريه، دخلت عنده شفته صافي خرج. مي خرج تبعني هذاك اللي كتب المحضر، قال لي عندك حل واحد. قلت لي شنو هو؟ قال لي غتمشي عند المقدم وغادي تقولي ليه يدير لك واحد التنازل باش الزوج ديالك يخرج. غديري التنازل، غتجيبيه للمحكمه على اليوم الاثنين، غادي تمشي المحكمه غتعطيهم هذاك التنازل اللي دار لك المقدم، غدير راجلك معاك. هادشي اللي كاين. اللي انا ما مشيتش عند المقدم، علاش غنمشي عند المقدم؟ علاش غنطلب المقدم وانا راجلي ما دار والو؟ انا راجلي ما ضربوش، راه راجلي اللي مضروب، علاش غنمشي؟ يعني مادام مشيت راني غنتبت على راجلي بان تعدى عليه وتكرفس عليه، وهادشي ما كاينش. وتا هما ما عطاونيش واحد الفجوه اللي هما مادين ايديهم للصلح. علاش كاين تلاعب؟ علاش في الكوميساريه دايرين ليا المقدم وفي المحكمه دايرين ليا القيد؟ راه هنا كاين واحد التساؤل ودخلني واحد ما فهمتش انا شنو. لو كان غير خلاو غير المقدم هنا والمقدم هنا، كان يمكن انا نتنازل وندير هاد الخطوه، وانما هما هنا دايرين المقدم وفي المحكمه دايرين القيد، راه هذه في حد ذاته كاين تلاعب، ربما انا هذا الشيء ما دخلش ليا لراسي. صافي على اساس انا اليوم غنمشي غنلقاه في المحكمه. منين مشيت اليوم المحكمه ما جابوش، منين رجعت الكوميساريه قال لي لا حتى الغدا عاد باش غيكون في المحكمه.